تشبيه السمراء الاولى يا مأمون ابراهيم حمزه حمزه ركاب خليفه حالك ركاب اول حاجه شباب طبعا بنحضر اكياس اكياس يا شباب قابله للغلق اول حاجه شباب السمراء الاولى السمراء الاولى يا شباب يا دوب يا شباب غسيل بالماء ثم تشبيه فقط الورقه الايه السمراء الاولى ونسمي نكتب على الكيس يا شباب نكتب على الكيس ايه الكيس الاول يا شباب الكيس الاول يا شباب عباره عن ايه الكيس الاول عباره عن ايه عباره عن ايه يا ملك عباره عن بودره نظيفه بدون اي مسبب للمرض بودره نظيفه يا شباب تم تشفيفها يا بندر عمري الموزه الاولى يا شباب تم تشفيفها الموز الثاني يا شباب ثمرة الموز الثاني يا شباب هتم تشفيفها ايضا ووضع عليها مسبب المرض من الخارج هنضع عليها مسبب ادي يا شباب الموز المتعفنه اللي موجود فيها بكتيريا يتم بص شباب بدون يا شباب جرح الموزه الثانيه يا شباب بدون قطع الموزه الثانيه بدون قطع الموزه التنشيف يتم يا شباب الموزه الثانيه يا شباب يتم تشفيفها ووضع عليها مسبب المرض اللي هو الفطر المتعفن من الموزه الاخرى فدون خلي بالك يا شباب دون المساس بقشره الموزه دون المساس بقشره الموزه عزم الكيس دي يا نظامي بي بي السمرة يا شباب السمرة يا شباب السمرة رقم ثلاثة يا شباب السمرة رقم ثلاثة هيتم تشفيفها أيضا واسحب التقاليد لا مش ركز معايا يا ركاب بصوا شباب أدي مسبب المرض اللي هو الفطر يا شباب هيتم وضعه يا شباب داخل في قشرة الموزة فقط ولا ما نمسش يا بندر ثمرة الموز ما تبش الثمرة لحالها يا شباب ديت انا عاوز بس في القشرة فقط على القشرة يا شباب داخل القشرة دون الوصول الى ثمرة الموز الداخلية على يا شباب مسبب المرض هنا الفطر يصاب وعشان خاطر يا شباب تبقى اوضح نبدي نعلم على المكان اللي اللي تم فيه يا شباب شباب تاني مسبب المرض هنا مسبب المرض الفطر تم على مش على القشره من الخارج تم داخل القشره دون المساس بثمر الموز ودي بكيس رقم ثلاثه يبقى دي كيس رقم ثلاثه عشان عباره عن ايه؟ الموزه مال ايه؟ تم تنظيفه وتشفيفه ثم وضع داخل القشره وليس الثمره مسبب المرض اللي هو الفطر ورمز لها بالرمز سي اخر ثمره يا شباب يتم تشفيف الثمره الموز يا بندر حمزه علي ماشي يتم تشفيف الوليد اخر ثمره الوليد الثمره الرابعه يتم تشفيف الثمره يا شباب و بسلاك اسنان نظيفه يا شباب اخرى ايوه دي عباره عن الموز المصاب بالعفن يا شباب انا ماخدش في
شباب؟ نفس الموزة رقم 3 يا شباب، نفس الموزة رقم سي، نفس ما بيحدث في الموزة رقم سي. أمال إيه الفرق يا شباب؟ إن أنا بعد ده بعد الإصابة بمسبب المرض يتم تنظيف بالكحول. يتم التنظيف يا شباب بالكحول عشان خاطر كده، عشان لما حد يصاب بالجروح أو أي جرح لازم تنظف الجرح بالكحوليات، لأنها تقيلة من مسببات الأمراض أو تحد من انتشار مسبب المرض. بص شباب، عبارة عن إصابة داخلية، يتم تنظيفها بالكحول. يتم تنظيف يا شباب الجرح الذي تم فيه ثمرة الموز القشري بالكحول. ونسمي الكيس دي رقم ايه يا شباب؟ اللي هو دي. يبقى دي عبارة عن كحول يسيل يا شباب، بيستخدم فيه التنظيف عشان خاطر كده أي حد الكيس الرابع. الكيس الرابع رقم دي. الكيس الرابع رقم دي يا شباب، ايه اللي فيه يا ابراهيم؟ نفس الكاميرا على ابراهيم. سبع دايما يساوي في الاكياس. يا عزيز، ما الفرق يا عبد العزيز بين دي وسي؟ ايه الفرق بين الكيس سي ودي؟ البطاريات موجود داخل قشرة الموز، وهنا ايضا داخل قشرة الموز. الفرق بين سي ودي ان تم يا حمزه تنظيف بالكحول او تعقيم الجرح. بعد كده يا شباب نضع الاكياس في الظلال. خلال خمس ايام، خلال خمس ايام نبدي نسجل النتائج كل يوم على ثلاث متغيرات. ايه هم يا شباب؟ اول حاجه اللون التعفن اللي هو نمو الفلفل. يبقى يا شباب خلال خمس ايام، خلال خمس ايام كل يوم يا مهند يتم تسليم تدوين نتائج بتاعتك وملاحظاتك ومشاهدات على اربع سمار. بتشاهد من حيث اللون الليونه التعفن. خلاص كده.